أستاذ، عندي تساؤل راه في بالي. في الجزء الثالث في تمرين المسعى العلمي، وكتاش نكتب نص علمي بجميع الخطوات، مقدمة عرض خاتمة، وكتاش نجاوب على التعليمة مباشرة، يعني ندير العرض فقط. تبع لي مليح. في الجزء الثالث وش قادر يقول لك؟ في الجزء الثالث قادر يقول لك يا إما أرسم مخطط، قادر يقول لك اكتب مخطط، وقادر أيضا يقول لك رسم تخطيطي. هذا الرسم التخطيطي قادر يولي تفسيري أو يولي وظيفي، وقادر يقول لك اكتب نصا علميا، وقادر يقول لك مثلا يقول لك اشرح، قادر يقول لك بين، قادر يقول لك وضح، قادر يقول لك حدد العلاقة، قادر أيضا يقول لك لخص، قادر يقول لك أنقد، قادر يقول لك برر. هذا كامل مع بعضه صح. أنا مش راح نحكي لك على كيفاش ترسم مخطط أو الرسم التخطيطي التفسيري أو الوظيفي. أنا راح نروح لك، تبع لي مليح باش تفرق وقتاش تكتب نص علمي والله وقتاش تجاوب على التعليمة مباشرة. إذا ذكر في الجزء الثالث بصريح العبارة اكتب نصا علمي، هنا وش راح تدير؟ دير خطوات النص العلمي، مقدمة وعرض وخاتمة. إذا قل لك مثلا اشرح، والله بين، والله وضح، حدد العلاقة، لخص، انقد، برر، هنا وش راح تدير؟ تجاوب على التعليمة مباشرة اللي هي تكتب العرض. نكتب العرض مباشرة يعني بدون مقدمة وخاتمة. يعني هنا كون نشوف المثال تاعنا، قال لك انطلاقا مما توصلت اليه من هذه الدراسة برر. واش قال لك؟ برر الاهتمامات المتزايدة بالمضاد الحيوي الجنطامسين. هنا واش راح تدير؟ راح تجاوب على هذه التعليمة مباشرة اللي هو تكتب العرض كما النص العلمي. تروح النص العلمي تكتب العرض فقط، يعني النص العلمي وقتاش نكتبه؟ اذا ذكر بصريح العبارة. ما تنساش باش تكتب تعليق ايجابي وتبارطاجي هذا المحتوى مع اصحابك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.